الخير استاذ عزه، ومساء الخير على الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، اهلا بيك فن. أهلا. النهارده ومنذ قليل سياده الرئيس قال هنرجع للنظام القديم في مساله التحصيل. ده بالنسبه لكم على مستندات التحصيل طبعا فيما يتعلق بمستلزمات الانتاج والمواد الخام. ده يعمل ايه؟ الو. ايوه فندم. لا ده يعني حضرتك اولا دي نقطه ايجابيه جدا يشكر عليها سياده الرئيس. نعم. وايضا تشكر الحكومه لان الموقف كان بقى في منتهى الصعوبه. ايوه. يعني الصناعه صعب جدا انك انت تقولي اعتمادات، لان الاعتمادات دي عمليه صعبه جدا. صحيح. أيوه. الدوله كان فيه مشكله وواجبنا كلنا، دي بلدنا وكلنا نقف مع الدوله وحضراتكم اشتكيتوا، لكن المشكله ان طبعا حضرتك مستندات الشحن دي بتيسر العمل، وانت عارفه حضرتك اي مصنع بيشتغل بيبقى عنده خامه بيشتغل بيها وعنده خامه في البحر وخامه لسه بتتصنع. نعم. طبعا مستندات الشحن بتختلف، العالم كله النهارده بيشتغل 80% بمستندات التحصيل، الاعتمادات قلت جدا عشان سرعه التعامل والتجاره الالكترونيه. ايوه. سياده الرئيس كونه النهارده سمح بالنسبه للخامات والسلع الوسيطه ان ترجع الى نظام مستندات الشحن. ايوه. دي نقطه مهمه جدا يا استاذه عزه، مهمه جدا ان هناك ائتمان بتحصل عليه هذه المصانع من الموردين من بره، هذا الائتمان بتستفيد منه الدوله، يعني انا راجل بجيب مثلا ب 2 مليون دولار خامات، المورد بتاعي بيديني 90 يوم او 120 يوم. فبالتالي انا لما بجيب هذه السلع عندي ائتمان، وبالتالي هذا الائتمان بيستفيد منه النظام النقدي في البلد، لان لما اجي افتح ائتمان بيتقال لي لازم ائتماناتك وتكون مسدد، او حتى لو في بتدفع على دفعات لكن لازم البنك عنده يغطي بالجنيه المصري مقابل العمله. هي خطوه ايجابيه جدا عشان المصانع كان حصل ابتدى يحصل نوع من كان ايه اللي حصل بقى؟ ده اللي انا عايز اسمعه من حضرتك استاذ محمد، كان ايه اللي حصل وبعد قرار سياده الرئيس النهارده باستثناء مستلزمات الانتاج والمواد الخام والرجوع الى النظام القديم اللي هو من خلال مستندات التحصيل هيتحرك بقى الفتره اللي جايه؟ ايه اللي كان واقف وايه المشكله اللي كانت موجوده؟ هي كان في حضرتك يعني احنا مقدرين ما قام به البنك المركزي من اجراءات في ذلك الوقت، لكن في نقطه مهمه حضرتك، لو عندك النهارده 2000 مصنع وال 2000 مصنع دول عايزين يفتحوا اعتمادات بكره، اذا في 2000 طلب بيتقدموا للبنك للبنوك، وبالتالي البنك المركزي عليه يدبر فورا لل 2000 مصنع. انما لما تشتغلوا ضد المستندات، المستندات دي بتيجي للبنوك كل واحد بيشحن، ولما بتوصل فيه عجله بتدور، يعني انا بسدد النهارده حضرتك بتسددي بعد شهر، واحد خامس بيسدد، فكان بيبقى في نوع من الائتمان بيفتح رئه التعامل في هذه الموضوعات.